هذا لما يوصل إلى مرحلة جايب 98 وما حد يدير لبال ويوصل مرحلة عنده طموح، فهذا أكيد راح يفكر هواي أشياء. يا وزير التربية الله يخليك، أنت موظف، أنت موظف لخدمة الطلاب، وأصغر طالب راح يعرف هذا الكلام، وطلابنا شوف واعين وأذكياء ويعرفون إيش داي يسولفون. وأتحدى، أتحدى واحد بهيئة الرأي مع احترامي لكل الطلاب يسولف ويناقش مثل محمد، لأنه في هيئة رأي متى توصل الطلاب لهاي الأزمة، فأكيد هم ما عندهم رأي، ما عندهم. محمد أنا كلمة أخيرة أقولها إلك. لا اسمح لي، لا تسمح لي دقيقة واحدة شباب، لأن أنا دقيقة. محمل بأمانة، محمل بأمانة اليوم، اليوم أنا يحملوني أمانة الطلاب. تفضل. أرجع وأنوه على موضوع المؤجل مو الراسب، المؤجل ثلاث مواد، هذا اليوم أجل ثلاث مواد، أكيد صار له ضرب. أنا